من حيث الشكل، زيارة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميي للديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بوتسراعي هي شخصية. أما من حيث المضمون فبحسب حميي فهي رسالة إيجابية. حميي لم يحمل أي رسالة سياسية، لكنه حمل معه كعك العباس إلى البطريرك في الذكرى الأربعين للإمام الحسين، وتناول الغداء على مائدة الديمان، وأشار إلى أن اللقاء مع البطريرك الراعي هو بحد ذاته رسالة إيجابية لمن يعنيهم الأمر. شرفت اليوم بلقاء غبطة البطريرك الراعي بناء على دعوة من البطريركية للاطلاع على الوضع المنطقة والنقاش في مختلف الأمور. وبطبيعة الحال نحن البطريركية والديمان هو مكان وطن، مكان تلاقي لجميع اللبنانيين، جميع اللبنانيين على مختلف مشاربهم ومذاهبهم وأحزابهم. ونحن بلبنان، نحن بلبنان بلد العيش المشترك، بلد الوحدة، بلد النقاش، بلد الحوار، الحوار المفتوح بشكل دائم بلبنان. يعني حسب تعريف الفتور، غبطة البطريرك بلقاء على التلفزيون الجديد نهار الأحد قال في لجنة تواصل ما بين البطريركية والحزب حزب الله، يعني التواصل كان دائم. نحن عندنا مناسبة 40 الإمام الحسين هي بتصير بنهار السبت، كعك العباس، كعك العباس، وإن شاء الله حنكون على مائدة البطريرك الراعي اليوم، حنتحلى بكعك العباس. وفي دردشة مع الإعلاميين قال الوزير حميي إن هناك لجنة حوار بين حزب الله وبكركي وتستأنف لقاءاتها بشكل دوري ولم تنقطع اللقاءات، مشددا من جهة أخرى على احترام الاستحقاقات الدستورية وتطبيق الدستور. البطريرك الراعي التقى النائب جيمي جبور الذي اعتبر أن موقف الراعي في قضية تعيين قاضي الرديف في ملف تفجير مرفأ بيروت موقف متقدم ومن شأنه أن يحمي التحقيق. وفي الديمان المرشح الرئاسية تريسي شمعون التي نقلت إلى البطريرك مشروعها السياسي رؤية جديدة للجمهورية.